الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أبصارهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من تبع ذكر وبشر الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأشهرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وارضب لهم مرسلا أصحاب القرية إجاء المرسلون. إن أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلى أدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما كفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قوم بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كان إلا شيطان غيرة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهدرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها ورثنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنة من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثماره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مسلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثل ما يركبون. وإن نشاء نكرهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anud'imu man law yasha'ullah man law yasha'ullah adama in antum illa fi dhalalim mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum syurikin ma yanjuruna illa syaitan wahidatan takhujuhum wa hum yakishimun fala yastatiuna tawshiyatan wala ila ahlihim yarjiun wa nukapishuri paizyahum minal hajasi ila rabbihim yansilun qalu ya walana mambatsana mir markudina hadya mawadar rahman wa syodakal mursalun hingga nanillah syaitan wairatan dayjahum jami'u ladaina muhdurun wal yawma la tuslamu nafsun syai'an wala tujjauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannatil yawma fi syukulin fakihun hum wajwajuhum fi jilalin alal ra'iki muttaqiun lahum fiha fakihatu walau ma yadda'un shalamun qawlan min rabbir rahim wa amtajul yawma ayyuhal muslimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wani buruni hadya syiratum mustaqim walakudul adulla minkum jibillan kashira falam takunu takilun hadihi jahannamul lati kuntum tuwadun islauhal yawma bima kuntum takfurun hal yawma naktimu ala afwahim wa tukallimuna aidihim wa tashharu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasya'u latamasna ala a'yunim fastabaqu syiratu syirata fa anna yubsirun walau nasya'u lamasyaknahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un wa man nu'amirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun wa ma lam nahshishira wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikru wa quranun mubin yunjiru man kana hayyan wa yakul qawlu walal kafirin awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina anna man fahum laha malikun wa jalalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha yakulun wa lahum fiha umanapi wa basharib apala yashkurun wa attakhuju min dunillahi aliyatan la'allahum yunshurun la yastatiuna nasruhum wa hum lahum jundum muhdurun fala yajunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nunfatin wa jawa kusimun mubin wadrubalana matshalaw wa nasya qulqah qala man yuhyil idoma wa hiya rumim قل يوحي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم innama amruhu idza arada shay'an ay yakula lahu kun fayakun wa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un surakul mulahul azim.